السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنشتغل على لاب نطبق فيه الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه عن الريب راوتينج بروتوكول بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا هنحل بقى ايه تشالنجينج لاب رقم 11 في الكورس بتاعنا، كورس سي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج. التوبولوجي اللي قصادنا دي اللي انا كلمتكم عنها المحاضرة اللي فاتت، انا عندي من الاخر كده راوتر 1 متصل بوان لينك 10.0.0/30 على راوتر 2، تمام. راوتر 2 واصل من فوق على راوتر 4 او من تحت على راوتر 3. راوتر 4 وراوتر 3 متصلين ببعض عن طريق سويتش 1 ده، تمام. دي الاي بي هات اللي ايه قصادنا، يعني الاوبجكتيفز بتاعتنا حسب الموجود. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا سيدي، بيقول لك كونفيجر ريب فيرجن 2 بين راوتر 1 راوتر 2 اند راوتر 3 اند راوتر 4. ديسيبل اوتو سمرايزيشن اون ايتش راوتر. كونفيجر ريب فيرجن 2 اوثنتيكيشن بين راوترز. تعالوا نبدا كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كده هبدا ادي اي بي هات للراوترات. تعالوا نبدا براوتر 1. بصوا يا جماعه، انا اوريدي راوتر 1 ما عنديش، يعني انا بدل ما احط لك سويتش واعمل لك تو في لانز والقصه دي كلها، انا ممكن اعمل انترفيس اسمها انترفيس لوب باك 0، تمام. ممكن تعمل انترفيس من اول 0 لحد ده كام بقى، ده رقم كبير قوي يعني، يعني 214 214 214 مليون 748 364 لوب باك انترفيس. انا هعمل انترفيس لوب باك 0 اي بي اد، ده يعتبر انترفيس وهمي، تمام، لكن يعامل معامله انترفيس وصل على نتورك، تمام. يعني انت ممكن بعد ما نشغل الريب ونظبط الدنيا تروح من راوتر 4 تبقى تبينج على الاي بي ده مثلا اهو 0 0 او او 0 1 سلاش 27 يعني 224 في الخانه الرابعه، تمام. مش هعمله نشر داون، هو بيتفتح اوريدي باي ديفولت. لوب باك 1 اديله برده اي بي هيكون دوت 33 تمام، عظيم. انا كده اديت الاي بي الانترنال، التو اي بيز الانترنال عند راوتر 1، اروح فصل 0.0.0 وادي له اي بي 10.0.0.1 252، اوكي، وافتح الانترفيس ده اللي واصل من راوتر 1 على راوتر 2. اوكي، هروح الى راوتر 2. راوتر 2 انا كده كده فاتحه عندي هنا، تمام. ادي له برضه ايه اي بي كونف تي انترفيس فاست 0.0.0 اللي وصل من راوتر 2 على راوتر 1، اديله اي بي دوت 2 252 ده سلاش 30، تمام. و نو شوت داون، ادي نو شوت داون 1 سلاش 0 اللي وصل من راوتر 2 على راوتر 4 10 دوت 2 دوت 0 دوت كام بقى دوت 1 252 نو شوت، خش 0 سلاش 1 نفس الفكره، بس اديله ايه بقى 1.1 1.0.1، عظيم. وادي النو شت داون، عظيم. انا كده اديت الاي بي هات لراوتر 2، اروح الى راوتر 3، تمام. راوتر 3 هياخد ثلاث اي بي هات. اوريدي انا فاتح راوتر 3 اصلا، اوكي. كومبتي انترفيس فاست 0.0.0 واصل من راوتر 3 على راوتر 2 10.0.2 لان 1 ده واخدها راوتر 2. اوكي تمام. ده سلاش 24 واللي فوق سلاش 24، يعني ده المفترض دوت 0، اوكي. وبعدين فاصلة النت 0 سلاش 1 اللي رايح من راوتر 3 على راوتر 4 ثرو سويتش 1، هيكون كام بقى 3.2 3.0.2 ونشط. وبعدين انترفيس لوب باك 0 ادي اي بي 1.1 على سلاش 24 يعني دوت 0 في الخانه الرابعه في السب نت ماسك. اروح راوتر 4 كونف تي فاصلة 0 سلاش 0 واصل من راوتر 4 على راوتر 2 اهو ده الاي بي نشط. بعد كده فاست 0 سلاش 1 اي بي اد كام بقى 10.3.0.1 تمام دوت 0. فاضل فكره بقى ان انا في راوتر 2 الفاست ايثرنت 1 سلاش 0 وال 0 سلاش 1 اديتهم اي بي هات على سلاش 30 في النتورك دي، والنتورك دي المفترض اعدلها خليها 24. فانا هروح ليه 0 سلاش 1 ده اللي طالع من راوتر 2 نازل من راوتر 2 لراوتر 3، ادي له بقى الاي بي اللي هو ماشي نفس الاي بي بس السب نت 0 هنا و 1 سلاش 0 هيكون يا سيدي 2.1، اوكي، ولكن برضو على نفس السب نت، عظيم. لو جيت بنكتب من راوتر 2 على راوتر 1
بيبنج تمام من راوتر 2 على راوتر 4 دوت 2 بيبنج تمام لو على راوتر راوتر 3 يعني هنا 1 اوكي مش بيبنج على راوتر 3 تمام. هو راوتر 3 مفترض الاي بي بتاعه كام؟ اجيت له شو اي بي انترفيس بريف اوكي تمام، لان فاصل ترانزستور 0 نسيت افتحها، نسيت اعمل لها نو شوت داون. فاصل ترانزستور 0 نو شوت كده، اروح الى راوتر 2 ادي دو بينج، وممكن اعمل ريبيت يعني ابعت مثلا 100 باكت بدل 5. اهو بدا يبينج معايا اهو، عظيم جدا. طيب فاضل ان انا هروح راوتر 4 وادي انترفيس لوب باك 0 اي بي اد 192.168.0.65 الانترفيس الاي بي الداخلي، عظيم. لو جيت عملت شو اي بي انترفيس بريف على راوتر 4 هلاقي اللوب باك اهي مفتوحه عندي اب اب، هي بتتفتح اوريدي اب اب باي ديفولت من غير ما ادي نو شوت داون، ده يعتبر انترفيس وهمي. اوكي طيب كلام جميل. هبدا في كونفيجريشن الريب، هبدا من عند راوتر 1 تمام. قبل ما ابدا في راوتر 1 هجيب او هدوس على ستارت كابتشر، كليك يمين ستارت كابتشر، هكابتشر على الانترفيس الراوتر 1 انترفيس بتاعته فاصل 0 0 تمام. اها استعمل ايه الواير شارك معايا اوكي تمام حلو. ممكن بقى ايه اروح الى راوتر 1، ممكن اعمل كده ايه فلتر على ال فلتر ريب تمام، عظيم جدا. وبعدين هروح راوتر 1 راوتر ريب 1 لا راوتر ريب، هخش على سب كونفيجريشن خاصه بيه كونفيجريشن ريب، هعرف النتوركس بتاعتي تمام. ممكن اكتب 192 168 دوت 0 دوت 0، وممكن اكتب وبعدين اكتب 32 وبعدين اكتب ايه 10 دوت 0 0 دوت 0. اني واي الراوتر 1 هياخد الاثنين دول يعمل لهم سمرايزيشن، يعني هيطلعهم كانهم طالعين 192.168.0.0 سلاش 24، عظيم. طيب لو انا الكلام ده انا ما عملتش يعني مفترض ادخل كده احوله الريب فيرجن 2، هو باي ديفولت كده فيرجن 1، ممكن اكتب فيرجن 2 وادوس انتر تمام. انا مش هعمل كده، هروح الاول للكابتشرز هلاقي بصوا بعت اهو ريكوست تمام ريسبونس، بعت على ديستنيشن كام 4255 تمام. ده ريب فيرجن 1 اوكي. في الراوتنج انفورميشن بروتوكول حلو، قال لي ان انا عارف 192.168.0.0 تمام اوكي. طيب لو انا رحت كده في الريكوست هنا اهو هيقول لي الادرس فاميلي هنا ان سبيسيفايد، عظيم. المفترض يعني انا عندي ايه 3 يعني 3 اي بي هات نتورك اوكي، هم اصلا كلاسلس، انا شغال ايه كلاسفول تمام. انا اسف هم كلاسلس وانا شغال كلاسلس تمام، ولكن فيرجن 1 بيسبورت فقط الكلاسفول، فانا هحول ده بقى لايه فيرجن 2 تمام. طيب هعمل نفس القصه عند راوتر 2، اروح راوتر 2 ريب راوتر ريب نتورك، اعرف عندي كام نتورك هنا، ادي 1 2 3، هعرف الايه المفترض هياخدهم لوكشه واحده على سلاش 8 تمام. ليه؟ لان انا ما لغيتش الاوتو سمرايزيشن 0 0 اوكي. مش مستاهل اعمل بقى الباقي، يعني انا مش مستاهل اعمل دوت 1 وبعدين دوت 2، مش مستاهل. ليه؟ لان انا جيت عملت دو شو ران سيكشن راوتر، يعني طلع لي السيكشن بتاع الراوتر ريب. الراوتر ريب ده عباره عن ايه؟ اوكي شو دو شو ران راوتر المفترض يجيبه. طب ممكن نعمل سيكشن راوتر اوكي تمام. اوكي تمام، هعمل فيرجن 2 تمام ودو شو راوتر الرب. هو ليه ما خدش الرب؟ مفترض يظهرها. تمام هو ظهرها اهو. بصوا يا جماعه كتبت 3 اي بي هات ولكن عرفت داخل الرب ايه 10 0 0 0 تمام. طيب تعالوا نشوف هو الراوتر الراوتر 2 الاي بي بتاعه 10 0 0 2، شوفوا هو بيطلع الاعلان دلوقتي بدا يطلع الاعلان على ايه 224 0 0 دوت 9 تمام، لانه اشتغل الرب فيرجن 2 اهو. ريب فيرجن 1 يرتبط لديه طبعا الديستنيشن ب 4255، كلهم بيروحوا يعني سواء فيرجن 1 او 2 بيروح ديستنيشن بورت 520 ايه يو دي بي، هتلاقي يوزر داتا جرام بروتوكول. طيب لو جيت فتحت مثلا الباكت دي هنا راوتر ده دي الفكره بقى. بصوا راوتر 2
تمام، دي الباكت اللي جايه من راوتر 2 السورس 10.0.2 بيعلن عن 10.1.0.0 تمام .2.0 عظيم. طيب كلام جميل، ولكن السبنت ماسك هنا كام بقى؟ 255.255.255.0 تمام. هو المفترض 255 طيب هي لا المفترض هنا صح، دي المفترض هنا ايه صح يعني، هو فعلا ثواني كده نبص هنا 1.0 2.0 عظيم. طيب هم فعلا 1024 يعني المفترض السبنت ماسك دي صح. طيب ده للراوتر 2. طب المفترض يعلن كمان في الاتجاه بتاع 10.0.0. طب لو رحنا على واحدة تانية اوكي، طيب هو كده بيعلن في اتجاه راوتر 1 عن ال 2 networks دي ودي تمام. طيب انا هكمل عادي، هكمل عادي جي ان اس 3 الريزلتس بتاعته يعني. انا ايه باش دايما انا قبل ما ابدا كومبيجريشن لاب بعمله الاول قبل ما اشرح المحاضره تمام. الريزلتس كانت مختلفه شويه بس نو بروبلم. طيب هروح الى راوتر 4 اوكي، انا اوريدي كده كده فاتح الراوتر بنسى القصه دي. هروح الراوتر 4 هعمل ايه بقى؟ كونف تي راوتر ريب يا سيدي اعلن عن 192.168 دوت 192.168 دوت 0 دوت 64 تمام، وبعدين 10.0.10.2.0.0 ودوت 3.0 والمفترض ملهاش لازمه طالما انت عندك 10 10 هنا و10 هنا في اللينك ده 10.3 10.2 اعلن عنهم اكتب 10.0.0 نو بروبلم يعني تمام، وبعدين احوله فيرجن 2. طيب اوكي وهروح الى راوتر 3 اوكي برضو انا فاتحه اصلا راوتر ريب نتورك 192.168.1.0 وبعدين نتورك 10.2.0.10.2 ولا 10.1 10.1.1.0.0 وبعدين 10.3 اوكي وبعدين فيرجن 2 لا فيرجن 2 اوكي عظيم. طيب تعالوا نبص على الراوتنج تيبل بتاع راوتر 1 دو شو اي بي راوت اوكي، يقول لك ان انا عارف اوصل ل 2.0 تمام دوت 0 بس بص هنا كاتب لك ايه؟ كاتب لك سلاش 24 تمام، المفترض يكتب لك سلاش 30 لا ثواني لا هي دي سلاش 24 اوكي اوكي تمام تمام. انا عايز اروح مثلا الراوتر 4 راوتر 4 دو شو اي بي راوت اهو ماشي هنا عارف اللي هي 10.0.0.0 سلاش 30 راوتر 2 دو شو اي بي راوت تمام راوتر 2 ايوه هي دي اللي انا عايزها. بصوا يا جماعه راوتر 2 قال لك انا عارف اوصل ل 192.168.0.0 سلاش 24 تمام، هنا عشان حصل سمرايزيشن تمام. ليه سلاش 24 ده بيضم من اول 0.1 الى الى 0. كام 254 يقع في الرينج ده التلاتة رينج دول ولا لا؟ احسبها يعني الزيرو ده من زيرو لحد ايه 31 وال 32 من 32 لحد كام؟ لحد 63 وال 64 من اول 64 لحد كام؟ 95 صح ولا لا؟ تمام؟ فهو راوتر 2 يعني اللي حصل ان راوتر 1 راح لراوتر 2 اوكي؟ اللي حصل ان راوتر 1 راح لراوتر 2 تمام؟ وايه؟ وقال له راوتر 1 راح لراوتر 2 وقال له انا متصل 192.168.0.0 سلاش كام؟ سلاش 24 ما قالوش لسه سلاش 27. راوتر 1 بواسطه الاوتو سمرايزيشن ضم الايه التو نتوركس دول. يعني يا باشمهندس هو انت عايز توصل لي ايه؟ طب بصوا يا جماعه تعالوا اروح على راوتر 3 مثلا ولو جيت عملت دو شو اي بي راوت عظيم، هنا كاتب لك ايه؟ اعرف اروح ل 0.0 ثرو مين 10.1.0.1 يعني عن طريق راوتر 2 حلو؟ حلو. وراوتر 2 قال لك ان انا اقدر اروح ل 192.168.0.0 سلاش 24 يعني في الرينج من اول 0 لحد 255 قال لك عن طريق راوتر 1. يعني لو انا جيت بنجت مثلا من راوتر 2 على 192.168.0.65 اللي هي اسايند على النتورك النتورك اللي في راوتر 4 مش هيبنج. تعالوا نجرب لو انا رحت لراوتر 2 تمام، لان ايه راوتر 2 هيروح لراوتر 1. طب هو راوتر 1 عنده 65؟ مش عنده اهو دوت 1 لا دوت 0.65. بص قال لك ايه unreachable unreachable يعني راوتر 2 راح راوتر 1 قال له انا عايز اروح ل 0.65. راوتر 1 بص في الاي بي هات اللي عنده هو اسايند عليه 0.1 وايه 0.33 هل عنده 65؟ لا مش عنده. فراوتر 1 قال لراوتر 2 ايه انا مش عارف ازاي اوصلك بالنتورك دي. راوتر 2 يعتبر النتورك دي ان ايه unreachable انا مش عارف اوصل لها. طيب لو انا رحت من راوتر 3 وجيت عملت بينج 192.168.0.65 تمام قال لي ايه؟ قال لي
unreachable. طيب كلام جميل، مفيش مشكلة. يعني أنا دلوقتي عندي راوتر 3 مش عارف يوصل لإيه؟ لراوتر 2. طيب كلام جميل. تعال أروح لراوتر 1، حلو؟ وهروح على راوتر 1 وهقول له بينج على 10.0.65، لا 192.168.0.65. بصوا راوتر 1 هيعمل إيه بقى؟ هيقول لي بقى إيه؟ هيقول لي ريكوست تايم أوت. ريكوست تايم أوت مش تفرق جدا عن الإيه؟ الأنريتشبل. تمام، يعني ريكوست تايم اوت تفرق عن الايه unreachable. يعني طالما ريكوست تايم اوت يعني بعت الباكت، بعتها لمين؟ المفترض هيبعتها لمين؟ هيبعتها لراوتر 2. راوتر 2 هيقوم ايه عامل ايه؟ هيرجعها لراوتر 1 مره ثانيه. تعالوا نبص كده، لو جيت عملت تريس راوت، التريس راوت هو اللي يقدر يكشف لك يا جماعه يا شباب الايه، يقدر يكشف لك اللوب اللي بتحصل. تمام، طيب هنا ايه؟ لا هنا ما حصلتش لوب اوريدي. تمام، طيب انا ممكن اكوز اللوب جي ان اس 3. طبعا التصرف يعني البيهيفيرز بتاعته نوت ستيبل، يعني مش بنفس مش يعني انا اشغل المره اللي فاتت انا عملت اللوب باي ديفولت. تمام، ولكن ولكن ال ال اما قفلته وفتحته مره تانية البيهيفير بقت مختلفه. المفترض لو انا رحت مثلا راوتر 2 شو اي بي راوت يظهر لي اللي هو يقدر يروح 0.0 عن طريق راوتر 1 وكذلك عن طريق راوتر 4 يعمل لود بالانس، لان هو يقدر يروح ل0.0 عن طريق ايه؟ مترك 1 هنا ومترك 1 هنا. تمام، طيب فالمفترض يعمل لود بالانس. لو جيت مثلا راوتر شوران سيكشن راوتر ريب، في حته مش مظبوطه في الجزئيه دي. او شت، دو شو ران سيكشن راوتر، هو انا ما عملتش راوتر ريب المفترض عملته اهو 0.0. طب لو جيت عملت دو شو اي بي انترفيس بريف، اوه تمام 3.0.1 ده ماشي شوت داون، بس ما اعتقدش ان هو ممكن يسبب في حاجه، يعني 0.1 ده رايح على راوتر 3. طيب ممكن نعمل بقى ايه، نريست نعمل كلير اي بي راوت استريك وراوتر 2 clear IP route asterisk، يعني اعيد الايه القصه من الاول وجديد. وهنا clear IP route asterisk كاني بعمل ريفرش، يعني وهنا clear IP route asterisk. عظيم، شو IP route. تمام، طيب وانا هنا عملته تمام، انا ما دخلتش فيرجن 2 على راوتر تحت الراوتر ريب على راوتر 4. كونفتي راوتر ريب ريب فيرجن 2، فيرجن 2 لان المفترض راوتر 2 يعمل لود بالانس يقول ان انا اقدر اروح ل 0.0 عن طريق راوتر 4 وراوتر 1. اوكي اوكي اها شو اي بي راوت، طيب كلير اي بي راوت استريك شو اي بي راوت، ايوه اهو عمل لود بالانس اهو، عمل لود بالانس قال لك ان انا اقدر اروح عن طريق 2.0.2 و 10.0.0.1. تمام 0.0/24 ما حددش، ما يا جماعه خلي بالكم انا في 24 دي متقسمه لثلاث حتت، حته هنا وحتتين هنا، فهو قال لك انا اقدر اروح ل 0.0 اللي هو شامل الثلاث حتت عن طريق راوتر 4 as a first راوتر 1 as a second. تمام، لا هو مش بيقول لك كده كمان as a first و as a second، هو هيعمل لود بالانس ما بين الايه ما بين الاثنين. طيب بصوا يا جماعه، لو انا رحت الراوتر 2 وجيت عملت تريس راوت 192.168.0. تعالى مثلا هو بيقول لك ايه، اقدر اروح عن طريق 2.0.2 او 10.0.1، ده 2.0.2 ده اللي هو الراوتر 4 و0.1 ده عن طريق راوتر A1. طب لو جيت عملت كده 0.1 تمام، بصوا راح عشان يروح 192.168.0.1 راح لمين؟ للراوتر ايه؟ للراوتر 4. طيب لو انا رحت الراوتر 1 وجيت عملت شو اي بي راوت، اوكي تمام ماشي نو بروبلم. لو رحت بقى لراوتر 3 وعملت تريس راوت 192.168.0.1، حلو، المفترض الراوتر 3 هيروح للراوتر 2 تمام، او اما هيروح للراوتر 4. تعالوا نبص كده هو هيروح لاني واحد منهم، شو اي بي راوت اها 0.0 متسجله عن طريق مين؟ يقدر هيروح عن طريق راوتر 4. تمام، راوتر 3 هيطلع لمين؟ لراوتر 4. راوتر 4 هيعمل ايه؟ هينزل لراوتر 2. تعالوا نشوف، لو جيت عملت بينج 0.1 هو مش هيبنج، كنترول شيفت 6 نوقف تريس راوت
192.168.0.1. هنا راح له لراوتر 4، تمام راوتر 4. قال لك النتورك دي انا مش عارف اوصل لها. اوكي طيب تمام. انا مضايقني قوي ان اللوب ما حصلتش هنا، يعني المفترض تحصل. تمام. لو انا رحت الى، طب لو جيت عملت هنا clear IP route asterisk do clear IP route asterisk، ممكن ناخد دي كده كوبي اهو، كوبي تمام. لا clear، وهنا clear عظيم. طيب router router 3 trace route، ماشي راح لراوتر 4، راوتر 4 راح لراوتر 2، راوتر 2 يعني هو راوتر 4، هو ودى الراوتر 4، راوتر 4 اصلا ما طلعش الايه التريس راوت، التريس راوت اي سي ام بي ما طلعهاش راوتر 2، يعني هو اصلا المفترض كان يطلع للراوتر 2 بس هو ما طلعش. anyway انا عندي كده مشكله بسبب الاوتو سمرايزيشن، تمام. فانا احلها ازاي؟ اروح لراوتر 1، المشكله اصلا جايه من عند راوتر 1 وراوتر 4، تمام. وخصوصا من عند راوتر 1، فاروح من عند راوتر 1 راوتر ريب اعمل ايه؟ نو اوتو سامري، اروح الى راوتر 4 كومبتير راوتر ريب، ويستحسن ان انت تدخلها على كل الراوترات. نو اوتو سامري كومبتي راوتر ريب نو اوتو سامري، وعند راوتر 3، راوتر 3 اوكي كومبتي نو اوتو سامري نو راوتر ريب، راوتر ريب نو اوتو سامري. طيب تعال نروح الى الراوتر 2 دو شو اي بي راوت. هنا جزق لك، بصوا بس لسه 27 بدأت تظهر، تمام. طب تعالى بقى من اول راوتر 3 بينج على 10.192.168.0.1، تمام اهو تمام. طيب نروح ل 33 بره الراوتر 1، عظيم. طب نروح ل 65 على الراوتر 4، بيبينج اهو، عظيم. يبقى انا كده الراوتر 3 عرف يطلع لدي والايه والشبكتين دول، عظيم جدا. لو انا رحت الى الريب عندي، تمام. هنا هنلاقي، بصوا بقى اول ما جيت عملت الايه اول ما جيت عملت النو اوتو سامري، تعالوا نبص مثلا 10.0.0.1 هنا هيقول ايه بقى في الريسبونس بتاعته. لا هنا 255.255.0 لسه مثبت. ايوه بصوا، بصوا الفرق في النقطة سمري قبل وبعد، يعني دي قبل كان بيعلن عن 192.168.0.0 على سلاش 24، تمام، لانه كان بيدمج الشريحتين عنده وكانهم خارجين من سلاش 24 اللي هي 192.168.0.0 سلاش 27، 192.168.0.32 سلاش 27، تمام. لكن بعد ما نفذت النو اوتو سمري، لا هنا بقى طلع 192.168.0.0 على سلاش 27 اهي، وهنا 0.32 على سلاش 27 اهي، تمام. هنا بقى ايه اتلغت لك الايه المشكله عندك. طيب لو بعض اوامر الشو المهمه جدا، لو جيت على راوتر 1 وجيت عملت ايه شو اي بي ريب، تمام داتا بيز، حلو، يقول لك ايه 10.0.0.0/8 اوتو سامري، تمام اوكي. طيب بس هو مش هيعمل لها سمرايزيشن، خلاص انا كده كده لغيت السامري، تمام. بيقول لك مثلا ان انا اقدر اروح ل 10.1.0.0/24 فايا 10.0.0.2، يعني اقدر اروح للشبكه دي عن طريق الاي بي ده، ده اي بي من راوتر 2، يعني راوتر 1 يقدر يروح للشبكه دي عن طريق مين؟ الاي بي ده بتاع راوتر 2، تمام. وهكذا اوكي. ويقول لك ان 192.168.0.0 و 0.32 دايركتلي كونكتد، اوكي دايركتلي كونكتد. طيب لو انا جيت في امر مهم جدا شو اي بي بروتوكولز، تمام، هنا يقول لك ايه اهم حاجه، بصوا يا جماعه يقول لك ايه الابديتس every 30 second، اوكي الانفاليد 180 second، الفلاش عندي هنا 240، اوكي الفيرجن بيقول لك send version 2 receive version 2، تمام. يعني هو بيبعت مسج او الهلو بيبعتها الراوتر 2 فيرجن 2، وبيستقبل من راوتر 2 ايه، بيستقبل منه فيرجن 2، تمام. انا ممكن اخلي راوتر 1 كيبابل انه يستقبل فيرجن 1 و2 مع بعض،
تمام، بان انا بمنتهى البساطه كده ممكن اروح ليه على فاست تنين زيرو سلاش زيرو واقول له اي بي ريب تمام ريسيف فيرجن 1 كده فيرجن 1 ولا 2، ممكن اقول 1 و2 تمام. فلو جيت عملت دو شو اي بي بروتوكولز اهو هنا اصبح على فاست تنين زيرو سلاش زيرو يقدر يستقبل ايه 1 و2 مع بعض تمام. الفكره بان انت افرض ان انت موصل سويتش من في سويتش هنا موصل راوتر 1 اوكي على راوتر 2 وراوتر 4 مثلا، يعني ايه الثلاث راوترات في نفس البرودكاست دومين، فهو هيستقبل ابديت من راوتر 2 فيرجن 2 تمام. افرض انت خليت راوتر 4 يكيبابل او يتعامل على بيزد اون فيرجن 1، فهنا الراوتر 1 مش هيستقبل الايه الابديت بتاعته او مش هيعمل لها بروسيس تمام. الا لو انت خليت بقى ايه على الانترفيس اللي هيستقبل بيها التو ابديتس من راوتر 4 راوتر 2 كيبابل ان هي تستلم 1 و2. طيب تعالوا نعمل بقى ايه اوثنتيكيشن. ايه الاوثنتيكيشن ده؟ بصوا يا جماعه ممكن يظهر معاك مشكله يا باشمهندس في التوبولوجي. ممكن الراوتر بتاعك اهو فاتح على راوتر 2 مثلا، عندك في الشبكه ممكن يكون في جهاز والراجل صاحب الجهاز ده ايه دماغه لعبه بيه شويه تمام، يقوم محمل مثلا اي تول على الكالي لينكس ويتعامل مع راوتر 1 اهو اوكي، وكانه ايه عارف نتورك مثلا بتاعت راوتر 4 نتورك بتاعت راوتر 3 وهكذا. فبدل راوتر 1 ما يطلع النتورك بتاعت راوتر 4 وراوتر 3 ثرو راوتر 2، لا هيمشي كده هيمشي على الجهاز هيروح للجهاز. فممكن تعمل سنيفنج، يعني ممكن الجهاز ده with some way توصله على الشبكه بتاعه راوتر 4 وراوتر 3 تمام، وبالتالي الداتا كلها هتنتقل من اي جهاز من الشبكه هنا هيروح للديفولت جيت واي بتاع راوتر 1، عايز يروح للشبكه بتاعه راوتر 4 مثلا راوتر 1 يقوم يرجعه للجهاز ده حلو، وبعد الجهاز ده يقوم يطلع مثلا للايه للشبكه بتاعه راوتر 4 وهكذا. فالجهاز هنا اصبح في منتصف الكونكشن ما بين راوتر 1 وما بين ايه وما بين راوتر 4 مثلا، لو عايز اروح الشبكه اللي هي بتاعت راوتر 4 اصبح الجهاز في النص هنا تمام. فالداتا كلها بتعدي من عليه، عمل كابتشر بالوار شارك يقدر يسرق باسوردات واكونتات والقصه دي كلها تمام. طيب فالقصه بالاوثنتيكيشن، انا ممكن انا هبعت الابديت بتاعتي حلو، وهدخل الابديت دي كاني هدخلها على ايه بلندر او خلاط يعني تمام، هدخل كده الايه الابديت تمام، وهيبقى عندي كده ايه زي كده خلاط تمام، هحط فيه الابديت بتاعت الريب وهحط فيه الجوريزم اوكي اللي هو الام دي 5 تمام. زي مثلا باسورد انت بتحددها مثلا، يعني باسورد مثلا سيسكو حلو، انا مش هحط الجوريزم لا لا لا، احط بس باسورد سيسكو تمام، واحط الاثنين دول مع بعض في الخلاط ده حلو، هيطلع لي اوتبوت معين. الاوتبوت ده هيتاج، هيبقى تاجد على الايه الابديت. فمن الاخر الباكت بتاعت الهلو بتاعت الريب هتخش مع الباسورد اللي انت هتحطها تمام، هيطلع لي اوتبوت مثلا اوتبوت ده 010 بالباينري، هيروح الى راوتر ايه 2. راوتر 2 ما يستلم هيقص التاج تمام، وايه هيشوف انت هيقصها ايه ده انت 010 طيب كلام جميل هات الابديت. لو انت مدخل نفس الباسورد اللي في راوتر 1 على راوتر 2 هيدخل في البلندر لانه نفس الالجوريثم اللي هيتعمل، هيدخل الايه الابديت ويدخل الباسورد تمام، المفترض يطلع ايه يطلع نفس الايه يطلع نفس الاوتبوت اللي هو نفس الايه 010 تمام. فهنا الفكره يعني بمنتهى البساطه تعالوا نشرحها ايه بطريقه يعني ايه اكثر تبسيطا شويه. بصوا يا جماعه انا عندي راوتر 1 هقول له راوتر 1 الابديت اللي تبعتها بتاعت الايه الريب دخلها في الجوريزم ده اللي هو بيسمى الخلاط اللي انا بقول لك عليه بشبهه لك بالخلاط، يعني عمليه حسابيه دخل الابديت في عمليه حسابيه واجمع عليها الايه ودخل في العمليه الحسابيه دي برضو مع الابديت باسورد، انت بتحدد الباسورد تمام. طيب ده راوتر برضو 2 انت بتحدد الباسورد ده راوتر 1، فناتج انه يدخل الهلو بتاعت الريب بلس الباسورد اللي هي سيسكو، المفترض يطلع لك لما تدخل الاثنين دول كتو انبوتس على الالجوريثم يطلع لك اوتبوت مثلا 010 حلو، فيبعت لك الايه يبعت لك الباكت بتاعت الهلو بتاعت الريب تاجد تمام. طيب او بيسموها هاش، ده يعني الرقم ده بيسموه الهاش تمام، فيبعت هنا 010. اما يروح للراوتر 2، راوتر 2 هيعمل ايه؟ هيقص التاج ويقراها، هيقرا الهاش ايه ده دي 010 طيب حطها على جنب، هياخد الايه الابديت دي وهيجمعها على الباسورد الموجود عنده، هياخد الابديت اهي هلو بريب تمام بلس الباسورد. لو الباسورد هي اوكي المفترض هيطلع ايه نفس الهاش اللي هو 010، طالما ده زي ده
حلو، يبقى كده الراوترين دول اوثنتيكيتد. عظيم، اتمنى الجزئيه دي تكون ايه اتفهمت. بالتالي انا من الاخر لو انا هاكر مثلا جيت بعت الى راوتر 1، تمام، لو انا جيت بعت الراوتر 1، عظيم، فمن الاخر انا يعني انا عشان ابعت الراوتر 1 لازم ابعت الايه، ابعت الهلو وابعت الايه الهاش. طب الهاش ده افترض عندي لازم يكون عندي باسورد اللي هي موجوده على راوتر 1، هعرفها منين؟ الهاكر هيعرفها منين؟ هي الفكره في كده. فبالتالي هقدر امنع حدوث الهاك اتاك، الهاكينج اتاك، بالطريقه بالطريقه دي. طيب كلام جميل، تعالوا نكونفيجر الدنيا دي كلها. هنعمل بقى ايه مره ما بين راوتر 1، خلي بالكم ان الاوثنتيكيت بيتم على الوال لينك ما بين ايه الراوتر، التو راوترز دول مع بعض، تمام. فانا هخش على انترفيس فاصل ايثرنت 0 سلاش 0 على راوتر 1، اي بي ريب، اوكي، اوثنتيكيشن، اوثنتيكيشن مود. بس قبل ما كاريت الاوثنتيكيشن انا كاريت الاول الايه الباسورد. الباسورد بتسمى كي، يعني هو الراوتر بيحب يسميها كي، تمام. وانا عشان اعمل الكي دي بيسموها كي سترينج، عشان اعمل الكي سترينج لازم اعمل حاجه اسمها كي تشين، ادي لها اسم مثلا ديبجز، تمام. وجوه الكي هكتب كي 1، وهنا بقى في الكي 1 دي هكتب كي سترينج مثلا سيسكو 1 2 3، اوكي. هو ده الباسورد. يعني انا من الاخر ممكن اعمل اوثنتيكيشن، اوكي، ما بين راوتر 1 و 2، ان انا بعمل كي تشين. كي تشين عامل زي الايه السلسله، فيها كذا ايه، فيها كذا عقله، حلو. فالكي 1 دي العقله الواحده، العقله الواحده دي الباسورد بتاعتها ايه، اسمها سيسكو 1 2 3. اتمنى الجزئيه دي تكون ايه مفهومه. على راوتر 2، اوكي، هعمل برضو كي تشين. مش لازم اسم الكي تشين اللي على راوتر 1 هو يكون نفس الاسم اللي على راوتر 2، مش لازم. ممكن اعمل هنا دي بجز بس زد سمول، حلو. وكي 1 الواحد هنا لازم يتطابق مع هنا، يعني الباسورد اللي على كي 1 في راوتر 1 لازم تكون نفس الباسورد اللي على كي 1 في ايه، في راوتر 2. كي 1 تمام، كي سترينج سيسكو 1 2 3، تمام. فلا بد من تطابق الايه، رقم الكي وكذلك ايه، وكذلك الباسورد، عظيم، او الكي سترينج يعني، تمام. هرجع لراوتر 1، انا كريت الكي تشين، الكي تشين والكي سترينج جوه الكي تشين من الجلوبال كونفيجريشن. طبعا لما دوست الكي تشين راح دخلني على جلوبال، على سب كونفيجريشن خاصه بالكي تشين. واما عملت الكي 1 كتبت الكي 1 دخل لي على سب كونفيجريشن مود، تمام. اوريدي اوكي تمام كده، ايه الدنيا تمام. هروح فاصل ايثرنت 0 سلاش 0 اللي رايح من راوتر 1 لراوتر 2، بعدين هعمل اي بي ريب، اكتب اي بي ريب اوثنتيكيشن مود ايه المود. انا ممكن اخلي الباسورد ان كلير تكست بس خطر، تمام، خطر يعني، اوكي. فانا ممكن اخلي هنا اخليه ام دي 5، انا اخليه بالام دي 5 هاش، اوكي. وبعدين هكتب اي بي ريب اوثنتيكيشن كي تشين. الكي تشين ايه بقى؟ دي بجز اللي انا كريتها من بره، كي سنسيتيف يا جماعه. لو انت كتبت زد سمول فوق اكتبها هنا زد سمول، كتبت زد كابيتال اكتبها زد كابيتال، تمام. فالحروف كي سنسيتيف، عظيم. هروح الى راوتر 2، تمام، ونفس القصه، انترفيس فاصل 0 سلاش 0، تمام. اي بي ريب اوثنتيكيشن مود ام دي 5، وبعدين اي بي ريب اوثنتيكيشن كي تشين دي بجز بس زد هنا سمول، تمام. تعالوا نعمل القصه دي بقى ما بين راوتر 2 راوتر 4 وراوتر 2 راوتر 3 وراوتر 4 وراوتر 3. بس الاول اروح على راوتر 4 وراوتر 3، اكريت الكي تشين والكي سترينج، كي تشين ديبوكس كي 1، وبعدين كي سترينج سيسكو او سيسكو 1 2 3، تمام. واروح الى راوتر 3 كونفتي كي تشين ديبوكس، وبعدين كي 1، وبعدين كي سترينج سيسكو 1 2 3، عظيم، تمام. بعدين هروح الى راوتر 4، ماشي. انا كده كريت المفترض الكي تشين على كله، تمام. هروح بقى الراوتر 2، تمام. اخش على فاست ايثرنت 0 سلاش 1 اللي واصل من راوتر 2 لراوتر 3، وبعدين هعمل ايه برضو اي بي ريب. ممكن نعمل، بصوا يا جماعه، دو شو ران انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 1 0 سلاش 0، اوكي. ناخد الايه السطرين دول، اوكي، وندخلهم على فاصل تنزيل سلاش 1 اهو، اوكي. وبعدين اروح راوتر، وبعدين ايه، هو كام انترفيس في 0 سلاش 1، وفي برضه 1 سلاش 0 اللي وصل من راوتر 4، من راوتر 2 على راوتر 4. اها
تمام. وبعد كده اروح الراوتر 4 0 سلاش 0 اللي رايح من الراوتر 4 على راوتر 2 اهو، و0 سلاش 1 اللي رايح من الراوتر 4 على راوتر 3 اهو، وبعدين اروح الراوتر 3 انترفيس فاست ايثرنت 0 سلاش 0 راح من الراوتر 3 على الراوتر 2، بعدين فاست ايثرنت 0 سلاش 1 راح من الراوتر 3 على الراوتر 4. عظيم. لو جيت مثلا على الراوتر 3 جيت عملت شو اي بي بروتوكولز اوكي، هيقول لي اهو ان انا دلوقتي الكي تشين بتاعتي هنا ايه ديباجز اوكي، انكلودد طبعا جواها الايه، انكلودد جواها الكي سترينج اللي هي سيسكو، سيسكو سي كابيتال سيسكو 1 2 3. طيب لو انا جيت عملت على راوتر 3 شو اي بي راوت، هيقول لي ان انا بروح ل 0.0 اللي هي راوتر 1. المترك هنا لو ملاحظين هنا كام؟ 2. الادمنستريتف ديستانس هنا كام بتاع الريب فاكرين؟ اللي هو 120، عشان ده في حاله ان الراوتر 3 لو لقى انه يقدر يروح للشبكه دي عن طريق راوت اي اي جي ار بي وراوت مثلا ريب، يبقى هيفضل الاي اي جي ار بي. ليه؟ لان الاي اي جي ار بي الادمنستريتف ديستانس بتاعته 90 اوكي، بيختار الراوت الاقل ادمنستريتف ديستانس. انا ممكن اغير الادمنستريتف ديستانس دي، هروح الراوتر ريب تمام، ممكن اهو اخلي ديستانس تمام، ديستانس الادمنستريتف ديستانس ممكن اخليها مثلا 50 اوكي فايبر راوت اوكي ال 50 تمام. ف يعني من الاخر هي ادفرتايز مفترض لو رحت الراوتر 2 او لو جيت مثلا جيت عملت دو كلير اي بي راوت استريك دو شو اي بي راوت طيب الباكيتس سقطت ولا ايه؟ طيب دو شو اي بي راوت ايه اللي حصل هنا؟ طيب ممكن نخلي الديستانس نرجعه 120 تاني، دو كلير اي بي راوت استريك دو شو اي بي راوت. حلو جزئية التي شوت دي، يعني انا دلوقتي عندي راوتر 3 مسقط النتوركس اللي عرفها عن طريق راوتر 3 الراوتر 4 تمام. ممكن نعمل كابتشر ما بين راوتر 3 وراوتر 2 جيت عملت شو ران سيكشن راوتر ريب على راوتر 3 تشيك الكونفجريشن بتاعت الراوتر ريب تمام. ولو جيت عملت دو شو ران سيكشن كي تشين اهو سيسكو 1 2 3 المفترض اهو تمام اهو المفترض اهو بيبعت تمام تمام. هو هو ايه ده؟ ده فيرجن 1 ده فيرجن 1 تمام، فهخليه هنا فيرجن 2 اوكي. دو شو اي بي راوت مفترض يعني هو عشان انا عرفت ليه فيرجن 1، لان انا لقيته هو 10.1.0.2 بعتها على 455 فيرجن 1 اهو، مفترض اهو بعت اهو على فيرجن 2 مفترض دو شو اي بي راوت طيب لسه برضو طيب طب اما بيستقبل طيب هنا بيعلن عن الايه، لو جيت بصيت على هنا بيعلن فعلا عن اهو النتوركس اللي عنده دي. عظيم. طب بيستقبل من راوتر 2 المفترض كل النتوركس دي. طيب طبعا هنا الاوثنتيكيشن لو ملاحظين هنا الاوثنتيكيشن دايجست هنا اهو اوثنتيكيشن تايب اوكي التريلر ده قيمة الدايجست او قيمة الهاش اللي طلع تمام نتيجة دخول الهلو مع الباسورد او الكي سترينج في الالجوريزم بتاعت الام دي 5 اوكي. طيب بس هو ليه ما استقبلش؟ ممكن على راوتر 3 نكتب كده debug ip rep events events بيقول لي ايه ignored version 2 packet from 10.3.0.1 invalid authentication invalid ايه authentication اوكي تمام. طيب وبرضه invalid authentication ما بين راوتر 3 وراوتر 2 اوكي تمام. طيب تعال نروح لراوتر 2 لو جيت عملت دي شو ران انترفيس بس تنزل لزيرو المفترض انا اوكي طيب انا مدخل طيب لو جيت عملت دو شو ران راوتر ممكن نعمل بس ايه دو
undebug all. اوكي طيب كده وقفت الديبج. تمام دو شو ران سيكشن كي تشين. انا عايز اتاكد من اسم الكي تشين. زد كابيتال هنا، بس انا هنا عرفتها بزد سمول. خدتوا بالكم يا جماعه، عرفتها هنا بزد سمول. تمام طيب فصيت عشان كده قلت لكم كي سنسيتيف. ها اوكي زد زد كابيتال. اوكي تمام و 0 سلاش 1 نفس القصه. عظيم. الراوتر 4 دو شو اي بي راوت. سقط الباكتس برضو عشان الايه القصه بتاعت الايه الانفاليد اوثنتيكيشن. تمام ممكن ناخد ده كوبي اني ادوش بس كليك يمين. اوكي نروح هنا بيست كليك يمين هنا برضو فصل تنزيل سلاش 1. تمام دو ديبج اي بي اي بي ريب ايفنتس. شفتوا يا جماعه التكامل ما بين الديبجز والكابتشر على الواير شارك يقدر يوصلك بمنتهى السهوله في التي شوت بتاعك اهو. تمام هنا اهو ابديت كونتينز 3 راوتس. تمام سيندنج فيرجن 2. اوكي اندر دو ان ديبج اول. تمام حلو. عظيم. هنا بيقول receive version 2 update from 10.2.0.1 استلم update من router 2 update contain 5 routes. اوكي طيب كلام جميل. طيب دي ايه بعض الايه الجزئيات بتاعت الديباج وفايدتها في عندي في التي شوت. طيب في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن configuration الريب، كذلك ازاي اسيت الريب على فيرجن 2، الغي النو اوتو، الغي اوتو سمرايزيشن، ازاي اخلي راوتر على انترفيس جاهز لاستقبال باكت اما فيرجن 1 او فيرجن 2. كلام جميل. بالمناسبة يا جماعة انا ممكن في ملحوظة عندي في اللاب عندي، يعني انا ممكن اخلي راوتر 2 يتعامل مع راوتر 4، يعني التعامل ما بين تمام ندوس هنا بي. ممكن اخلي راوتر 2 يتعامل مع راوتر 4 وراوتر 1 الباكت اللي يبعتها هنا وهنا واللي يستقبلها اخليها فيرجن 2 عادي جدا. تمام وكذلك نفس الفكره هنا. تمام بس انا ممكن اخلي راوتر 3 يعلن النتوركس بتاعته اوكي وهو شغال عليه فيرجن 1. تمام يعني فيرجن 1 وفيرجن 2 يقدروا يشتغلوا مع بعض. حلو يعني بمنتهى البساطه تخيلوا لو انا ليه، لان راوتر 3 متصل بنتورك هنا انترنالي سب كلاس بول وهنا نتورك هنا كلاس بول صح ولا لا، والنتورك اللي واصل بيها على راوتر 4 كلاس بول. تمام يعني انا بمنتهى البساطه لو انا رحت الراوتر 3 تمام وجيت عملت راوتر ريب حلو فيرجن ممكن اخلي فيرجن 1 اوكي واشتغل عادي جدا. يعني فيرجن 1 ممكن يشتغل عادي جدا مع ايه مع فيرجن 2. انا اعتبر خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.